صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والسؤال يقول: كيف نرد على من استدل بقوله تعالى: منهم المؤمنون، بأن المسلمين والكتابيين بعضهم سواء؟ منهم المؤمنون في وقتهم، المؤمنون في وقتهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من تمسك بدين سماوي واتبع رسولا من الرسل فهو مؤمن، لكن لما نسخت الأديان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى العمل بها، وصار العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مؤمنا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه. نعم.